في كل بلد قصة أو شخص أو أشخاص نقلوا العدوى للآلاف وسر الفيروس من خلالهم عبر الكرة الأرضية سريان النار في الهشيم، وبات التساؤل الملح في كل بلد عن مصدر كل هذا. من هو المريض صفر؟ ومن أين جاء فيروس كورونا المستجد؟ حتى الآن لا إجابات قاطعة، لكننا رغم ذلك تتبعنا قصصا في مختلف الأقطار لعينات شكلت نواة لسلاسل الانتشار. فرغم الإعلان عن أول حالة مسجلة لفيروس كورونا المستجد في مدينة ووهان الصينية في ديسمبر الماضي، إلا أن العلماء هناك أكدوا أن لا أدلة قاطعة على أن ووهان هي مصدر الوباء، كما تثار شكوك حول أن العدوى انتقلت حصرا من الحيوانات إلى البشر. لكن الثابت حتى الآن أن عدوى كورونا تمتد وتنتشر من آسيا إلى أوروبا مرورا بأفريقيا وحتى الأمريكتين، حاصدة أرواح عشرات الآلاف، ناهيك عن مصابين يقدر علماء أعدادهم بعشرات الملايين، والعداد لا يتوقف. فقد توصل باحثون بجامعة غوتينغن الألمانية إلى أن 6% فقط من عدد الإصابات الفعلي تم التعرف عليها. وبينما تنكب جيوش من العلماء في سباق مع الزمن على إيجاد لقاح يخلص البشرية من مخالب هذا الفيروس، لا يزال السؤال ملحا: متى ينتهي هذا الكابوس وتعود الحياة لسابق عهدها؟ في انتظار ذلك تخوض حكومات العالم معارك ضد الفيروس ولإقناع مواطنيها بضرورة الالتزام بالحجر المنزلي الذي يبدو لحد الآن الحل الأسلم لكسر سلسلة انتشار الفيروس القاتل. كيف يمكن رفع الوعي ومحاربة التهوين من الخطر الممزوجة عادة بدوافع دينية واجتماعية وحتى سياسية؟ وما آخر المستجدات في رحلة تجريب العلاجات والبحث عن لقاح؟ ومتى يتوقع انحسار هذا الوباء؟